a la chance aussi de voyager dans des bonnes conditions. Tu as vu, on a un vol privé, donc c'est important pour nous les joueurs. Et puis voilà, et c'est important que notre direction soit là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président, donc il est près de ses joueurs. On lui fait tous un bon anniversaire. مازال عندنا يعني 24 اور اخرى دو ريكوبيراسيون اللي تنجم تخلينا نكونوا معناها جاهزين باش نخوض اللقاء هذا، بالرغم اللي هنالك يعني عامل الرطوبه من العوامل. دونك احنا مطالبين باش يكون عندنا دي ريسورس مونتال فيزيك. الحاجة الوحيدة اللي تقلق هي تراجي نتاع من الوتيل تيران، مثلا تراجي ثقيلة برشا، حتى الكياس ديجا كتشوف برشا قلق فيه، مي كون ميم معناتها واحد كي وصلنا لهنا نساو كل شيء، عندنا اوبجيكتيف هو نحاولوا نروحوا بنتيجة إيجابية. بعد زيحته في الدور الاول النهضه التشادي، الترجي يواصل المغامره الافريقيه ويتحول لدار السلام لملاقات فريق ازام التنزاني. الترجي بمعنويات مرتفعه وتحت درجه حراره ورطوبه مرتفعه هي زاده، يبدا ماتشوه منقوص من المهاجم الخنيسي واللي عوضه جويني، مع بعض التحويرات على مستوى التشكيله الاساسيه للفريق والابقاء على صنع العاب وسعد بقير على البنك والاعتماد على الثنائي اليعقوبي والذوادي في اللاكس، المباركي والربيع على اليمين واليسار، والقدام السويح يعمل على المحيسي وجلاسي منذ البداية. بداية اللقاء كانت صعيبة على الترجي، والنص ساعة الأولى متاع الماتش تعدت صعيبة على المكشخة اللي قبلت برشا لعب واللي ضيع فيها الفريق التنزاني أكثر من فرصة للتهديف وتفنن خط هجومه في إضاعتها. أما جاب ربي في دقيقة 34 جويني يجيب مخالفة، ونفس اللاعب في المتابعة بعد توزيع من باركي يمركي البنت الأول بالراس. هدف جاء في وقته وخلى ملاعبيه الترجي يتنفسوا وحسوا بشويه راحه يكملوا بها الوقت اللي تبقى من الميتون الاول باسبقيه. الرحله طويله ب 11 ساعه، العوامل المناخيه، الاكتفاء بحصه تدريبيه واحده، وزيد حسن استعداد الفريق التنزاني خلاونا ما نشوفوش الترجي نتاع العاده. وتعب بدا يظهر على الملعبية، عامل استغلوا كما يلزم المنافس اللي تمكن من تسجيل زوز اهداف في ظرف دقيقة واحدة. الترجي ملي يكون رابح يولي خاسر، الامور تتعقد على الملعبيه والمدرب اللي جرب كل الحلول وقام بالتعويضات. الرجابي مكان المحيرسي، الرقيعي مكان جلاسي، والنفزي عوض المباركي في الدفاع. تغييرات ما جابتش نتيجه وما غيرت حتى شيء، والدقيقه اللي تمركوا فيها زوز بونتو كانت كافيه للفريق التنزاني باش يربح ماتشوه في بلاده، اما ما كانتش كافيه لفريق باب السويقه باش يرجع لتونس بنتيجه ايجابيه ويرجع فيكتوار كما في الدوري اللي سبق. On était bien dans le match, on était bien en bloc et à partir du moment où on a, voilà, vous avez vu le voyage qu'on a fait et tout, faut expliquer aussi la fatigue. On a beaucoup voyagé, même pour venir jusqu'au stade, c'est pratiquement une heure et demie, donc il y a eu de la fatigue et on va dire moins de lucidité et tout de suite ça s'est payé par deux buts. الهدف اللي سجلناه خارج ارضنا معناها هدف يعني ثمين، ان شاء الله يعاوننا
في مباراة الإياب وتبقى معنا حظوظنا وافرة باش نقتلع ترشح ولو معنا الفريق معنا اللي نلعب ضده محترم.